معرض الأثاث المخزني هو معرض يعني ينظم بمناسبة شهر التراث لسنة 2023. التنظيم ديالو بشراكة وتنسيق وتعاون مع السيد ربيع بيبي جامع تحف مراكشي مغربي، اللي كيرجع ليه الفضل في تنظيم هذا المعرض لأنه يعني قام بفتح خزائنه وتقديم مجموعة متكاملة من التراث الإثنوغرافية اللي كتشكل يعني المجموعات الإثنوغرافية اللي كيجمعها المعرض. الفكرة ديالو جات لأن قصر الباهية هو دار المخزن، بحكم أنه يعني كان الإقامة ديال أحمد بن موسى، وقبل منه موسى بن أحمد الأب، وكان اللي كان الصدر الأعظم عند السلطان مولاي عبد العزيز، وبالتالي فهذا القصر فاستضاف يعني مجموعة من القواد ورؤساء القبائل وشخصيات بارزة وسفراء، وجات الفكرة أننا نعرضوا يعني واحد المعرض باسم الأثاث المخزني، مهارات وفن نعيش، كينتظم حول ثلاث تيمات. يعني التيمة الأولى هي الأثاث أو فن التأتيت لغرف والدور يعني التقليدية العتيقة، وعنده علاقة كذلك بقصر الباهية، لأن قصر الباهية يعني كيحتوي على مجموعة كبيرة وعدد هائل من الغرف الاستقبال. بالنسبة للتيمة الثانية وفن النسيج، وكيعرض واحد تشكيلة منتقات من الزرابي اللي كترجع لمختلف مناطق المغرب، زرابي ذات قيمة عالية جدا، أولا من حيث الجودة، من حيث الزخارف، من حيث تقنيات النسيج. والتيمة الثالثة هو اللباس المخزني، وكيرجع يعني واحد المجموعة متكاملة من اللباس اللي كانوا كيستعملوها رؤساء القبائل وقياديها والشخصيات العامة. وهنا يعني كتعريف اولا بفن العيش المغربي، بمهارات النسيج، بمهارات التأتيت الخاصة بالمناطق الحضرية بالمملكة المغربية. وهو الباهية كقصر محتاج لهذا النوع من المعارض للتعريف كي قلنا بالهندسة المعمارية وبفن العيش وبفن التأتيت وبمهارات المرتبطة بالحرف التقليدية. تفاعل، كان تفاعل كبير جدا، وانتم كتشوفوا اليوم عدد السياح للمغاربة وللأجانب اللي يعني أبدوا إعجابهم بهذا المعرض، ويعني بالرسائل اللي كيبعثها هذا المعرض وبالتعريف بكل ما قلته بخصوص فن العيش المغربي.